حالتنا الاستثنائية لهذا اليوم، الإعلامي والأديب والمتصوف طالب الحسيني. الأستاذ طالب الحسيني مؤلفا. والله أنا ما جمعت، عندك لدي من الكتابات يعني كثيرة وتحتاج إلى جمع حقيقة، ما جمعت، ما عندي أي إصدار، لا ديوان ولا كتاب، لا ديوان شعر ولا كتاب، وهذا خطأ كبير لأن أشغالي كثير. أنا أطلع يعني إقامتي من رومانيا إلى جورجيا ترحال 24 ساعة رحالة، إلى كم شهر 8 شهور 9 شهور في تونس، كان عندي عمل في تونس ورجعت، الحقيقة ما كان عندي مجال للجمع. طالب الحسيني ولطفي وشناق، الفنان الكبير العربي لطفي بشناق. لطفي بشناق صديق عزيز تعرفت عليه منذ سنة تقريبا، ولكن دخلت في بيته ودخلت في قلبه ودخل في قلبي، رجل محترم أستاذ موسوعي كبير، والله سبحانه وتعالى وفقنا في عمل إن شاء الله يعرف في قطاج القادم اللي هو سيدي عبد القادر. ولطفي بشناق لن نتفارق، يعني حد هذه الساعة قبل ساعة كان راسل لي أحد أغانيه اللي بعدها ما منشورة، يرسل لي أغاني وأرسل سلام وتحية لما أجيت. ولطفي بشناق محب لكل العراقيين، دائما يبلغ تحياتي للعراقيين الأبطال. أستاذ طالب، مؤسسة بلاد النخيل ونشاطاتكم، ما دورك بالمؤسسة وما علاقتك بحيدر التميمي؟ والله حيدر أخ وصديق من منطقتي بنفس الوقت، احنا تربينا سوا، ويعني اكو علاقة روحية أنا في هذا البيت، يعني بيت حيدر وبيتنا احنا بنفس الوقت يعني، واكو استشارات قوية كنا يعني نشاور بيها أنا أستاذ حيدر، وحيدر طموح وعنده فد أفق يعني ما شاء الله عليه، أفق كبيرة مستقبلية، إن شاء الله يحقق نجاحات على هذا عمل الدؤوب، وعنده مشاركات مشارك في تونس. نتحدث عن تونس. نعم. هناك كان اكو مهرجان اسمه مهرجان النخيل. نعم. وهذا النخيل محتفلين بنخله اسمها دقله، دقله النور. تمور لو النخيل؟ النخيل. التمور عفوا. التمور اي نعم. مهرجان التمور بقبلي هذا. نعم. بقبلي. فهذا المهرجان جمعوا به سبع دول وثمانية دولة المستضيفة على النخلة اللي هي دقلة النور. جميل جدا. وهذه دقلة النور لما بحثنا عنها طلعت دجلة. لما تعمقنا في دجلة طلعت دجلة عراقية. دجلة العراقية. لما كانوا ما علاقتهم بدجلة العراق؟ المصريين لما كانوا في العراق نقلوها إلى المغرب العربي وصارت فيه قديمة. النخلة نفسها يعني عراقية. نقلوها يعني شلون فسيلة النخلة أو سمعنا فرخ النخلة. فرخ النخلة. نقلوها نعم. بس هي يعني ما شاء الله عليهم يشتغلوا بال يعني لنخلة يقيموا مهرجانا كاملا يحبون النخلة، واحنا عندنا ملايين النخيل ذبحناهم من الوريد الى الوريد، وبها توصية النخلة، توصية بالذبح لو توصية الرسول الكريم وصى قال اكرموا عمتكم النخلة. نعم نعم نعم. انت طرقتني راح تخليني احكي. تحدث. عندما كنت في زيارة للكويت سنة 2004 نعم، كان مهرجان المسرح العربي وضايقت انا من موضوع معين، طلعت فشفت بالخط يعني الجدره الوسطيه من الشارع العام، شفت بالخط باسق من النخيل، لما تقربت على النخله شفت اثنين من البنغلاديش العاملين، يا شنو انتم؟ قالوا احنا نديم النخله. قربت عليها بعدها يعرفها النخله برحيه عراقيه. برحيه ما تعيش الا بالعراق.
خصيباويه. خصيباويه هسه نقلوها من البصره لبغداد ما تنطي ثمارها، ما تنطي طعامها اللي نعم هو نعم. البصراوي، الشمس وحراره الصيف مال البصره. نعم. المهم دار حوار مع النخله، وكتبت هذا الحوار. قلت عندما كنت في زياره للكويت سنه 2004 سرقتني بنظره حب وهيام لطولها الباسق وعطرها السحري وحنانها الدائم الوفير. وقفت بقربها ولا أجرؤ الحديث معها لكبرياء جمالها العربي. ضاع مني فمي ولا أستطيع الوقوف على قدمي. أرتجف ثم أرتجف، يكاد قلبي يخرج من موضعه. كلما اقتربت منها أخفق فؤادي وزلزلني، ثم عاد لي سكوني من غازلتني بسعفها المتدلي على خصرها الجميل. ناشد قل لي، قالت ماذا حل بك أيها الوسيم؟ أنا عرفتك وأنت لا تعرفني وأنا عمتك من أبي الخصيم. قلت من الذي أتى بك يا صاحبة السمو إلى أرض البور والحماد؟ قال سرقوني ظلام من أرضي وباعوني بالمزاد العلني، وكل واحدة معها خمسة، يعني حتى النخيل باعوهم في سوق النخاسة. باعوا طبعا، لأن يعني أكو ناس مروجين للدعاية الصهيونية القادمة، دعاية كبيرة طبعا. وهذه معركة، لا ما ندخل التفاصيل، هذه معركة محمد واليهود. نعم. معركة قوية، ضرب الإسلام. أنا شفت بلدان كثيرة، سافرت، رحت إلى كوبا بقيت سنين هناك، سنوات كبيرة. رحت إلى رومانيا بقيت سنوات كثيرة، إلى جورجيا، إلى ألمانيا، سافرت كثير بلدان عربية وأوروبية، ما شفت أجمل وأرقى من يقول أجمل من بلادي. بالفعل يا الله يرحمه، الشمس أجمل في بلادي. إي جميل، كل شاعر عراقي وكل عراقي يقول بلادي. والظلام، وحتى الظلام هناك أجمل. الحمد لله. فالعراق يعني، بس ما يقدرون العراق هو العراق. بس ضعاف النفوس، الله ينعى اليهود العراق. اللي شاركوا اليهود، مو اليهود اليهود. نعم لا. نعم نعم. اليهود اليهود ناس محترمين، اهل كتاب. نعم. ويحبون العراق، بس يهود الصهاينه العراقيين، في صهاينه عراقيين. نعم نعم نعم. الله ينعلهم ان شاء الله. هو الصهاينه اللي تتحدث عنهم مو شرط يهود هم. لا لا لا، مو شرط يهود. النبي قال نعم. لا تبدو السلام على يهود امتي. نعم. نتحول الى حوار اخر واستثنائية اخرى. طالب الحسيني، هل تشعر بالغربة؟ الغربة هذا فد هاجس مخيف. طبعا من اجي للعراق شهر شهرين ثلاثة، يعني احس بغربة، احس بغربة بلدي. للأسف الشديد نحن اغراب في بلادنا، هاي صعبة جدا يعني، صعب. وارجع مرة ثانية عيد الكرة، اغادر ابقى شهرين احس بغربة محيرة وارجع، والحمد لله والشكر رحمة الله واسعة. نصبر نصبر. الاستثناء الثالث، هل انت مؤرخ؟ احد الاصدقاء المثقفين الشعراء وصديقي وحبيبي طالب عبد العزيز قال احنا مدعوين الى العربيه السعوديه، وفد يمثل البصره، كل واحد من المدعوون سيبي ماله، مثلا سيبي شنو عنوان ماله، هذا كاتب، هذا مؤرخ، هذا صحفي. جاء دوري قالوا له طالب الحسيني شنو؟ قالوا طالب الحسيني كل شيء. طالب الحسيني والتصوف. هذه مرحلة خاصة طبعا، ومرحلة روحية. الله سبحانه وتعالى كل من انطاه هدية وهدايا رب الكريم كبيرة لا تعد ولا تحصى على الإنسان. وأما التصوف حالة الزهد، هي يعني واحد يلوم بنفسه أولا، والله سبحانه وتعالى يقسم بالنفس اللوامة. فهذا التصوف كان طالب الحسيني بأيام شباب ورنفوان، ويعني جاهدت في نفسي أنا، اشتغلت
جمعت فلوس، صرت مغرور شاب. التقيت بأحد الإخوان الله يرحمهم، اللي كان الله يرحمه حجي لطيف الميض من أهل الرمادي، كانوا يا بالعسكرية أيام الخدمة، والآخر الخليفة يوسف الله يرحمه، يوسف حسن صالح من أهل الفلوجة. قال له طالب أنت خوش آدمي وأنت محترم، ليش ما تصلي؟ قلت له بابا أنا تربيت بالمنبر الحسيني، إحنا بيت أبويا وجدي وجد جدي عندهم جامع والناس تقرأ، فشنو هالصلاماتكم؟ فعجبوني لول الناس. هل هي الطريقة؟ الطريقة. الطريقة. حدثني عن الطريقة. الطريقة الوصول إلى الله طبعا. نعم. والله تكون على يد شيخ أستاذ عارف بالله. والله هذا الأستاذ الله سبحانه وتعالى نعطيه قوة وقدرة عالية، وهذا من أستاذ الأستاذ، وهذه الطريقة طبعا أنزلت بواسطة ملائكة الرحمة جبرائيل عليه السلام إلى يد حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدا بيد إلى يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كذلك يدا بيد. وأكل للطريقة جناح الذهبي والجناح الفضي. الجناح الذهبي لآل البيت، هذا الإمام الحسين عليه السلام، وتنزل للسادة. والجناح الفضي إلى بدءا من سيدنا البصري، الحسن البصري، هذا شيخ العارفين، من الحسن البصري وتنزل إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى مشايخنا الحاضرين الآن، الشيخ محمد الكسنزاني رئيس الطريقة القادرية العلية الكسنزانية، رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية بالعالم. فهذه الطريقة تربية بها، تربية للمريدين، تربي المريد للطريق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل هو ذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرام. الحالات الاستثنائية، واحدة مرت بي طبعا، هي حالات استثنائية بحياتي عدة ما شاء الله ما تنعد، قد أكثر مشاعر راسي، وحزن شديد ونصر كبير نفس الوقت إلي عندما اعتقلوني بال2008، اعتقال خطأ كان. فكتبت مقالة سميتها استغاثة في ليل الحرية. كثرت هي المرات التي أحسست فيها وأنا عائد إلى وطني بعد غربة طويلة في منفاي إن عودتي كانت غلطة كبيرة، ومع أني مشتعل بالرغبة إلى الرجوع إلى منفاي أشعر أني منطفئ في داخلي والذهن يتعب ويجتاز مراحل اليقظة، ولكنها هذه الصورة التي أمامي تمتد من سواحل الوطن إلى سواحل الغربة. كتبت هذه المقالة على شكل نقاط فباختصار يعني كثيرة، بعدين قلت تردون الصدق الكلمة تكلف الحر عنقه، فقط تضيف أنت أحياناً وتبحث عن نشيد موطني تريح نفسك بها لحالك. وبعدين صار الإهانة، دخلوا علينا الإخوان من الجيش للأسف الشديد، قلتوا أنا صحفي وأنا فلان وأنا معروف، إن هنا إهانة ما مو حلوة. وكتبت النقطة من نقاط رقم 5، قلت لا أعرف كيف أداري هذه الخصوصية في العلاقة مع أبنائي في تلك اللحظات التي جعلتني أشعر بالمهانة، ولا كيف أحسب لها حسابها، وأنا أخشى من ردود الأفعال النفسية والعصبية عندهم، وخاصة صغيرة إروى، هذه صغيرة إروى متعلقة بي كانت، وضربوني قدامها، ولهم بلا شك صدى حقيقي في صدري وكأني بهم في حالة بكاء مؤلم. كرسالة حب لأبيهم المعتدى عليه والجرح في قلبه، وهذا هو الجرح الأكبر حين سكن الرعب حياة الأبناء. أنا ما أحب أقلد أحد، دائما أحب أنا يعني أنا أبدع من نفسي، حتى لو كانت خطوط خطة، لأن يعني يوم من الأيام أحد الإخوان قال العراقي لا ما حيقدر يتجاوز العقل العراقي، وكل عراقي ولد شاعر، كل عراقي موهبة، مواهب العراقية. فعندي شغلات كثيرة أرددها، ودائما أنا أحب النثر، يعني أكتب بالنثر. في يوم من الأيام كتبت ديمقراطية. عراق قديم
عراق جديد، حفرة ماء في جهنم بابلية، عادوا إلى وادي الجحيم، نخب الهيم بصحة لورنس القديم، لقاء الأحبة في موقع يحموم، الأحبة كالي جولة تيتي سبادريان، تعرف يعيد نفسه، وكسرى سروان، كسرى برويس، هرقة، المرسليني، وتيمور لين، والله مجموعة انتموا على العراق المسكين. اجتمعوا في حلة جديدة وعراق على مائدة العراق. الظالم ليس بحاجة إلى قوانين ليظلم، قد صدر الحكم عليهم، وعليكم تنفيذه يا أبناء العراق، فلتتكون منكم فرقة الإعدام بفجر الحرية بجديد العراق ديمقراطية. هل أنت مغيب؟ لا أنا حاضر. لا لا مغيب من الآخرين يعني. هذا لا. هل أنصفك المثقفي البصري؟ كل من وليته. إيه حدثني يعني، هل تشعر بالغبن؟ لا. لا. كمل. لا ما أشرب، لأن طالما عندي نفس. نعم. وعندي أمل كبير بالله سبحانه وتعالى، وساعات الإبداع قادمة. الإبداع ما محصورة على مثقف وشخصيات. إبداع محصورة بركة الله وإبداعك أنت. بالمناسبة أنا وأستاذ كريم نادر صار لنا ساعة أو ساعتين في بيتك، أكثر من يعني اتصال هاتفي إجاك من موسيقيين من غير ناس، يعني إذا أنت لازلت قبلة للمبدعين والمثقفين. الحمد لله، فضل الله. نعم، أنا عندي امتداد يعني نقدر نقول اجتماعي كبير، وعندي تواصل مع الناس، وأروح للعالم والناس تجيني تزورني. نعم. وعندي لا على التعيين، كل ما أجي للعراق يوم الجمعة أنا أعمل غدا يوم الجمعة، فناسي من يدرون بي ما حتى بدون اتصال تليفون هم يجون. نعم. هاي رحمة، أنا سعيد بها باللقاء. إذن هذه استثنائية أخرى. جديدة. طالب الحسيني الطائي. كل جمعة. الطائي. لا إن شاء الله أنا الهاشمي الحسيني. هل تشعر بالخوف؟ لا. عمري ما خفت، الله صرف الخوف عني بفضله. الخوف انواع، وطبعا واحد يخاف من المجهول. صحيح. نعم. هذه بها يعني المجهول احنا ما نعرف. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما جاء من عند الله، فلازم الخوف من المجهول. نعم. نويت يوم من الأيام أن تكون سياسياً؟ لا. وتدخل باب الانتخابات؟ انعرضت علي. نعم. عرضت علي كثير. عرضوا علي قوائم، عرضوا علي شخصيات، عرضوا علي من كان بدايتها بريمر الجمعية الوطنية. نعم. أمثل الكتلة الفلانية المعينة، ما أقبلت. يعني السياسي من أصير سياسي راح أصير في زاوية ضيقة. أنا صحفي معروف وإعلامي معروف، أنا أكتب للعراق، أكتب للعراقيين. معناها الأصول السياسي راح أكتب إلى الجهة اللي أنتمي إليها. طالب، جدرانك في هذا جناحك اللي أقدر أسميه صومعة، يعني إحنا من دخلنا هو هذا الجناح معزول عن البيت، كأنه صومعة لوحدك تقرأ تكتب، الجدران مليئة بالذكريات، كل صورة لها تاريخ، كل صورة لها زمن. حدثني عن هذه الأزمان وعن هذه الجدران وعن هذا الجناح باختصار. طبعاً هذا نتحدث على كل صورة يأخذنا وقت، نحتاج وقت. فعملت لي، ليش ما قلت لك معك خوف، عملت لي جناح لحالي يعني في السعادتي هذه. نعم. هذه صومعة اللي طلق عليها أخوي العزيز أستاذ كارلو الزهري، هو سماها صومعة الحسيني، صومعة. نعم. المباركة. نعم. فهذه يعني ساعاتي هنا، ساعاتي أقضيها للفسحة، للنزهة، مع الكتاب، مع القراءة، مطالعاتي يعني مع كتاباتي، فهذا المكان هو مملكتي. لو طرق عليك الباب صباحا وجاءك شخص بيده كتاب بيده اليمنى وفي اليد اليسرى صديق، هذا ستختار؟
والله أول مرة أختار الصديق، لأن بعدين أعرف من عنوان الكتاب من خلال الصديق. ربما يكون الصديق فارغا من الثقافة والأدب والفن والجمال. تعاون. أما الكتاب. تعاون نعلمه على. أعتقد أنا برأيي أن الكتاب هو الذي يعني يصنع لك صديقا، إن لم يكن صديقا هو بحق. صديق الكتاب. نعم. يوم من الأيام أنا أحب الكتاب. ويجون يستعرضون عندي. سلطاني بس الكتاب لا يخذل. طبعا. الكتاب. هل خذلك الأصدقاء؟ طبعا. حدثني. هذا احتفظ به نفسي. لأن أكو رب شهيد وشوف. إذا هناك جرح. جدا عميق. وخانة مسلمة على الله. سامعني إذا سلمتك بيد الله. أنا مسلمة على الله. حدثني عن الكتاب. عن الكتاب. عندما كنا في زيارة الكويت الباطن يطبع كتب مثلا دورات للكتب عن الأخطر الصغير أبو القاسم الشابي أبي فراس الحمداني كتب ثقافية للشعر العربي أعطوا كل أديب اللي زار المؤسسة إلى 3 كراتين من الكتب يعني 71 كتاب فأنا انطوني بدون عدد بصفتك منتمي الى المؤسسه. المؤسسه قال لي هذه بدون عدد لي هافلو دايله. جميل جدا، انت يعني احلتني الى سؤال كان في قائمه الاسئله. توزيعك للكتب الى المكتبات العامه والمكتبات الشخصيه للمثقفين في البصره، هل هو توجيه ام هو توجيه من ذاتك؟ من عندي يعني مو توجيه من الاعلام من المؤسسه. لا المؤسسه هاي الكتب تصرف فيها. نعم صاروا فيها انا عندي نفسي. فانا ايش قمت اسوي؟ رحت اول ما رحت المكتبه مالتنا المركزيه عندما كنا المكتبه العامه الشباب المكتبه العامه كنا نطالع كتاب نزاول بالكتاب نروح نقرا كتاب بعض الاحيان تنطي جنسيتك اتذكر ننطي الجنسيه ينطونا كتاب نقرا الكتاب ما تطلع كتاب برا تقرا داخل المكتبه. أنا من زرت المكتبة شفتها محروقة ووضعها بعد التغيير وهذه الامرأة الجميلة البطلة بطلة مديرة المديرة بطلة أنا من الأبطال وجميلة بأخلاقها جميلة بحسن تعاملها وحفظت على الكتب أكثر ما حفظت على بيتها. ماذا فعلت؟ أخذت الكتب والمخطوطات اللي كانت في المحي قصت لي هذه القصة أخذتهم إلى دارها وبعدين رجعتهم فأنا ساعدتهم بعض الكتب للمكتبة ورحت إلى مكتبة عز الدين سليم إلى جامعة البصرة بكل مفاصلها الجامعة أعطيتهم وكل من يقرأ بالإضافة للمثقفين من يقرأ ومثقف أعطيتهم كتب. إذا أنت زرعت في كل بيت كتاب فرحة كتاب لينبت ثقافة ويرجع الفضل لله والمؤسسة الباطل للإبداع الشعبي يعني رجل يشكر وانا ادعي له دائما لان يعني جهد كبير وجهد يعني مفرح الحقيقه. طالب الحسيني لمن تقول اسف؟ انا اقول اسف لوالدي الله يرحمه. انا كنت صغير وتربيت مع والدي في الجامع علمني على الجامع. واقول اسف لوالدي لان ما خدمته للاسف الشديد توفى وانا صغير بس هذه. لمن تقول شكرا؟ اقول شكرا لجميع من اعرفه سواء كان ضدي او معي اقول له شكرا. والشكر الموصول الكبير من اعماق قلبي الى العراق لان اسمي عراقي. طعنه لم ولن تنساها. طعنة من قريب تعبت عليه وقفت معه وربيته طعني لن انساها ابدا ولكن بالاخير اقول فوضت امري الى الله. لمن تقول احبك؟ اقول احبك للي يستاهل وأقول أحبك اللي سرق قلبي وأقول أحبك اللي خلاني دائما سكران والهان في حبه.
الحمد لله. طبعاً لدي الكثير من الشهادات تقدير، وعندي مشاركات كثيرة في البلدان العربية، ولدي امتداد ثقافي عربي معروف، من خلاله حصلنا على بعض الشهادات، وهذا الشكر أولاً للعراق وبعدين إلي. نعم. يعني مثلنا به العراق. نعم. مثلاً الأولى هذيك الأولى هي الشهادة التقديرية من مسرح الخليج العربي. مسرح الخليج العربي كانت لنا مشاركة مع الرعيل الأول من الفنانين سنة 2004. كنا من العراق، خرجنا أنا والأستاذ المرحوم يوسف العاني، جاءوا عندي ثلاثة أمي هو ومحسن العزاوي، وطلعنا يعني التقينا بالكثير هناك. يوسف شعبان كان نقيب الفنانين العرب، منى واصل، الفنانين الكبار الراحلين منهم عوني كرومي الله يرحمه، قاسم محمد الله يرحمه، وخليل شوقي الله يرحمه، الكثير الله يرحمه، الميت والحي ان شاء الله. حصلنا على شهادات اخرى، شهاده من العراق بالتعاون مع حقوق الانسان والامم المتحده على الدوره القياديه العليا الثالثه، دخلناها مع رموز وكبار من العراق، استمرت 3 أيام، والشهادة من عن الفنون، والشهادة عن المسرح، والشهادة شهادات كثيرة ما تعد لا تحصى. وأنا قبل أولا أشكر العراق لأن خلاني بهذا المستوى الثقافي والفكري، لأن وطني جميل. الأستاذ طالب الحسيني ومؤسسة الباطن. طبعا كان للباطن دور كبير وفاعل وداعم للثقافة العربية، خاصة الشعر العربي. الباطن رجل يشكر على ما قدم للشعراء وللشعر العربي. اشتغلنا مع الباطن في معاجم الشعر العربي، كان عنده طبعة اللي هي شعراء العرب المعاصرين، معجم لشعراء العرب المعاصرين. طبعا اول طبعه كانت هي 7 أجزاء سيبي عن الشاعر، نعم، شنو كتب الشاعر، شنو خلص من شهاده، شنو عنده من شهاده الشاعر. وبعدين صار هذا مستمر، يبقى مفتوح، لان يصير تواصل الشاعر مع المؤسسه، المعاصرين ما ينقطعون هم معاصرين. هذا صار انا يعني اشتغلت به وحضيت على 3 طبعات، الطبعه الاولى 7 أجزاء والثانية 7 أجزاء والثالثة 7. نعم. مشكور الأستاذ عبد العزيز الباطين على يعني موضوعة الاستثناء الثاني اللي هو مؤسسة الباطين. نعم. هناك في ذاك الزمن حينما كان طالب الحسيني العنصر الفعال في مؤسسة الباطين، وكان يزور البصرة، وكان لديه أفضال على مثقفيها. الآن أين هم؟ هل هناك طعنة؟ لا لا، هي الحياة أخذت ما أخذ من الكثير من الناس، والوضع الصعب عندنا بالعراق. الله يعين الناس، الله يعينهم. يعني كنت أنا دائما يشوفوني بالعراق، أكثر أكثر من ربعي يصورون خارج. أنا دائما أطلع خارج العراق، يعني أنا عندي إقامة في جورجيا الآن، فأتأخر وما جاي أشوف ربعي، ولكنهم لازم في الخبر تليفون. لا أنا أستاذ طالب، أنا يعني مواكب النشاط ما يعني اللي كنت تتصدى له، يعني كنت تزود المكتبات العامة والمكتبات الشخصية للمثقفين. أين هم هؤلاء المؤسسات العامة وهؤلاء المؤسس المكاتب الشخصية، أصحاب المكاتب الشخصية، أين هم الآن من طالب الحسين؟ أنا أقول هذه مرحلة، دائما التمس لأخي 70 عذرة. نعم. هذه مرحلة انتهت، ولكن يرجع الفضل لله والحضرة الأستاذ عبد العزيز الباطين. نعم. يعني احنا اشتغلنا شغل كبير اللي هو يعني في الإنجاز ما صور، يعني مو ما إنجاز دولي، مو دولة، دولي. نعم. يعني دول تشترك به. اشتغلنا معجم آخر هو أهم من المعاصرين، اشتغلنا معجم شعراء القرنين. نعم. 19 و20، هذا البحث كان من 1801 لل 2000، يعني 200 سنة. جميل جدا. عنوان الشاعر
شنو كتب الشاعر؟ يمتى ولد الشاعر؟ يمتى توفى الشاعر؟ اكو ناس حتى ما نعرفهم، كل ما كتب باللغة العربية. وباحثين عرب مو بس العراق، العراقي كان الراحل الله يرحمه هلال ناجي الأستاذ الكبير، والراحل الثاني الله يرحمه الأستاذ عبد محمد جواد غبان، والأستاذ الدكتور أخويا هذا الموسوعي صباح المرزوق، والأستاذ الدكتور زهير زاهد، كانوا يعني هاي المجموعة اللي احنا نشتغل في العراق. حلو. والأستاذ كان الله يذكره بالخير ويطول بعمره أستاذ سليم الشيخي. فكنا احنا القسم هذا يشمل العراق، وطلعنا في الإنتاج كبير اللي هو 25 مجلد هذا القرنين، ولكن 25 مجلد مو بس بالعراق، على كل من كتب باللغة العربية وأقطار عربية كثيرة شاركت فيه. هذه المجلدات موجودة بالبصرة؟ موجودة بالبصرة وموجودة في المؤسسة، وأي واحد اللي يدخل على مؤسسة الباطن يكتب المكتبة ويكتب العنوان، يقول معجم شعراء القرنين 19 و20، يظهر له المحتوى كله. جميل جدا. سيد طالب، يعني كان أول لقاء لي يعني شخص أتعرف عليه هو أثناء سفرنا إلى تونس، وجدنا هناك في تونس يعني شخصية خفيفة الظل، ينحب بسرعة أنه على بساطة أسلوبه وسلاسته وطيبته، هذا الرجل يعني أصبح شخص شخصية ممكن أنه يعني ما أعرف فتشي يعني اخترق دواخلنا، هو هذا الشخص حبيناه أكثر، استضافنا في تونس سوينا فد ضيافة خاصة ما يعني فاجئنا بها هذا الرجل، فإنسان طيب يعني قد ما تحكي عنه قد ما تتحدث عنه يعني طيبته تسبق الحديث عنه. طبعا سيد طالب مو بسهولة تقدر توصفه أو مو بسهولة تقدر يعني تنطي يعني معناه هذا الكم الهائل من الكرم، كم الهائل من الطيبة، سريع دخول القلب، عشق أي إنسان يعني رغم حتى لو انه نظراتك والتقاءك بقليل، انسان محبوب جدا وانسان يعني كريم الى حد يعني حد اكبر من الوصف، يعني جدا جدا سعيد انا بمعرفته، وجدا يعني فرحان بهذا الرجل، يعني موسوعه ورجل طيب ورجل كريم ورجل انيق ومثقف، وشرفني صداقته، ان شاء الله تبقى هذه الصداقه وتبقى هذه العلاقه الى مدى الحياه. صديقنا الغالي الأستاذ طالب الحسيني من الإعلاميين والمثقفين في البصرة، ويحمل صفات الطيبة والكرم